السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع هذا البرنامج حقيقة الأمراض. في هذه الحلقة سنتكلم عن شيء مهم وهو علي مهم لجميع الأمراض وحتى الأشخاص الذين ليست لديهم أمراض. وهو يعني كثر الحديث عن غسل الجسم أو الكلينس، يعني هذه ديتوكس، وهذا يعني كل شخص يعني يقترح طريقة ديتوكس بالفواكه، ديتوكس بالخضار، ديتوكس بالعسل، ديتوكس بالماء، بالصيام، بالجوع إلى آخره. الكلينس يعني هذا الكلينس أو غسل الجسم من السموم، هذا شيء عادي وكان الناس كلهم يعرفون هذه الأشياء. وحتى يعني في الستينيات والسبعينيات كان الناس في فصل، ليس في فصل الصيف، فصل الربيع، يعني هذا يعني لما يبدأ موسم الحصاد كانوا يقومون بحجامة وكانوا يعرفون وقت الحجامة وبدون أي أعراض. كانوا يعني مرة في السنة، يعني هذو الأشخاص طبعا اللي عندهم فوق 50 سنة، يعني 50 و60 و70 سنة، كانوا يقومون بحجامة، وهذه الحجامة هي جيدة. الآن التبرع بالدم جيد، هناك أشخاص يقدرون على التبرع بالدم، مع الأسف الشديد يخافون من هذه الإبرة ويخافون من لون الدم إلى آخره، فقط لأنهم يخافون من هذه الإبرة. فهم يقدرون على التبرع بالدم ولديهم دم جيد، وفي صالحهم أن يتبرعوا بالدم، لأن هذا الجسم إذا سحبنا منه كمية من الدم فهو سيعيد يعني تركيب هذا، يعني إفراز هذا الدم طبعا من جديد، لأن أقل من 24 ساعة يكون الدم في الجسم يعني تمام. فالفليبوتوميا، هذه الفليبوتوميا، وهناك أشخاص يعني هم مرغمين بأن يتبرعوا بالدم، لأن الأشخاص اللي عندهم حديد مرتفع في الدم، يعني سنتكلم عنه إن شاء الله في برنامج توضيح. فيعني هذا الكلينس أو غسل الجسم هو شيء بسيط جدا، ولا نعطي وصفة معينة أو خلطة معينة. لا ينتظر منا الناس أننا سنتكلم عن سلطة صحية أو وجبة صحية أو عصير صحي، أو يعني نحن دون ذلك المستوى، يعني نحن عليين نتكلم بطريقة علمية ونريد أن نعلم الناس أشياء قوية، يعني أساسيات وليس خلطات، أساسيات. لما تتعلم الأساس فأنت ممكن أن يعني تقوم بكل شيء. لماذا؟ لأنك إذا تعلمت الأساس، إذا عرفت الأساس البرانسيبل، فطبعا كل الأشياء يعني تكون بسيطة جدا، مثل الأساسيات في الرياضيات مثلا، يعني لا يمكن أن تجري أي شيء إذا لم تكن لديك جدول ضرب، لم تكن يعني حافظ لجدول الضرب، لا يمكن أن يعني تنجز عملية ضرب إذا لم تكن تعرف هذه الأشياء. فهو نفس الميكانيزم، يعني نفس الشيء، هو ممكن أن يقوم الناس بغسل دائم لأجسامهم. فمن الناحية العلمية هناك تراكمات في الجسم تجعل هذا الجسم يخرج بعض الأشياء الزائدة، بعض الزوائد، مثل الفيبرومات عند النساء، مثل التكيسات، مثل يعني هذا تكلس الكالسيوم في التديوف وفي الكلية وفي العضلات إلى آخره، تجمع هذا الكالسيوم وتحجر الكالسيوم في العضلات، مثلا ظهور حصى في المرارة وحصى في الكلية، مثل ظهور تورم، حتى التورمات السرطانية هي زوائد، هي أشياء زائدة، زوائد في الجسم، أو يعني صعود بعد يعني تراكم بعض الأشياء الكيماوية، مثل الحمض اليوريك أو الكرياتينين، أو مثلا حتى تراكم الحديد. تراكم الحديد في الجسم خطير 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 جدا، تراكم الحديد في الجسم خطير جدا، يجب أن لا يتراكم الحديد في الجسم. أو تراكم يعني بعض التوكسينات في الجسم، أو ارتفاع ترانزامينات في الكبد، أو مثلا ارتفاع بعض الأنزيمات مثل الفوسفاتيز، أو ارتفاع يعني الفوسفات في الجسم، أو ارتفاع السلفايت في الجسم، أو ارتفاع البوتاسيوم في الجسم، أو هذه ارتفاع السكر في الجسم، يعني هذه كلها زوائد ويجب أن نقوم بسحبها من الجسم ما أمكن، يعني برميها من الجسم ما أمكن. هذا هو أساس الكلينز، أساس ديتوكس، أساس يعني غسل الجسم أو تنظيف الجسم يعني من الداخل. يعني الناس يتساءلون كيف، يعني كيف، هي بسيطة جدا. هل تعلمون أنه إذا جاء الشخص، لا أقول صيام، نحن نعطي نصائح للمسلمين وغير المسلمين، إذا صام فهو أحسن، المسلمين عندهم الحل مع الأسف الشديد، لكن لا يستعملون، حتى ما أصبحوا يتغاضون عن الصيام في طول السنة، يصومون رمضان ورمضان بتقلق، يصومون رمضان بقلق، يعني ليس برضا نفسهم بقلق.
ولكن علينا. فلما يجوع الجسم، لما يجوع الجسم يتخلص من الزوائد، بمعنى الكلينس لا يكون بعصير خضر أو عصير فواكه، الكلينس يكون بالجوع، غسل الجسم يكون بالجوع. الصيام نعم، ولكن لماذا أقول جوع وليس الصيام؟ لأن مع الأسف الشديد، أنا أقول مع الأسف الشديد، أن الذين يصومون ويظنون أنهم يعني يقدمون خدمة لأجسامهم، يأكلون في الليل 5 أضعاف يعني بالمقارنة مع لو أنهم لم يصوموا. هذا ليس صيام من الناحية الشرعية، طبعا هذا جائز، لا أتكلم عن الشرع، أتكلم عن العلم. من الناحية الشرعية صيامك جائز مقبول، لا أعلم، فالله هو الذي يقبل، لكنه جائز لأنك استوفيت الشروط. لكن من الناحية العلمية صيام غير جائز، من الناحية العلمية الطبية صيام غير جائز. معنى الصيام العلمي أنك تصوم ولا تأكل في المساء، أو تأكل ما كنت تأكله، بمعنى أحسن ديتوكس، يعني أحسن غسل للجسم، أنك تصوم وفي المساء تأكل أبسط شيء وأخف شيء وأسرع شيء في الهضم، لهما الخضر فواكه. في المساء لا تأخذ حبوب، لا رز ولا شعير ولا قمح ولا خبز ولا حساء ولا قطاني ولا أي شيء، يعني بقوليات ولا لحوم ولا سمك ولا حليب ولا أجبن ولا أي شيء. تصوم وفي المساء تشرب ماء، تأخذ معها تمر، تمر، لماذا؟ لأن التمر فيه سكريات، طبعا يجب أن يكون يعني مستوى السكر في الدم جيد لكي لا يكون هناك ارتخاء وكسل يعني وعجز إلى آخره ودوران إلى آخره. تأخذ ماء دافئ، ماء على الحرارة عادية، مش 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 سخون، يعني ماء على الحرارة عادية على 20 درجة أو 22 درجة، ما يكونش ماء من الثلاجة، ما يكونش بارد، يكون ماء عادي، يكون ماء نظيف، يكون ماء مفلتر، يكون ماء مقطر، يكون ماء جيد. علي إخواننا اللي كيعيشوا في أمريكا وفي أوروبا ربما ما يجدون الماء مقطر يباع، فالماء مقطر جيد، ماء البئر جيد، ماء العين جيد، إن شاء الله يكون هذا، يكون ماء جيد. تشرب ماء كمية جيدة يعني نصف لتر، تأخذ معه تمر، تمر فقط، ثم لا شيء بعدها، لا شيء. يعني إذا اكتفيت بعصير خضر طرية جيد، إذا اكتفيت بشربة خضر جيد، إذا اكتفيت بشاي بدون سكر، شاي بدون سكر جيد جيد، ولكن ليس هناك لحم ولا بقوليات ولا لحوم ولا سمك ولا حليب ولا ألبان ولا زبادي ولا أي شيء. يعني تصوم وتفطر بالنبات وتبقى يعني تأخذ أقل شيء وأحسن شيء. ثم في اليوم الثاني أنك ستأكل، في اليوم الثاني ستأكل عليا، لن يكون هناك أي مشكل. فهذه الطريقة إذا طبقها الناس مرتين في الأسبوع، تكون 2 والخميس، نعم لما لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، ونحن كمسلمين لا يمكن أن لا نأخذ بهذه الأشياء، كمسلمين لا يمكن أن لا نأخذ بهذه الأشياء، يجب أن نأخذ بها، لأننا كمسلمين نحن نؤمن بالله وبرسوله وبرسوله كلهم، مش غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وملائكته وكتبه ورسوله، نحن نؤمن بكل شيء. ثم الرسول كان يصوم 2 والخميس، نتبع سنة نبينا، نصوم 2 والخميس، لماذا؟ لأن ما بين 2 والخميس هي يعني يومين، 3 والأربعاء، ما بين الخميس والاثنين عندك جمعة سبت أحد، جيد، يعني يومين مع 3 أيام، يومين مع 3 أيام، وأنت ماشي مع السنة كلها، تكون صمت إن شاء الله ما بين 3-4 أشهر في السنة. لا يمكن للجسم أن يراكم زوائد، من المستحيل أن تتراكم الزوائد في الجسم، لا يمكن، لا ماء ولا أي شيء يتراكم الجسم، لا يمكن. أنك تصوم صيام جيد، تحرك كما كنت تحرك، يجب أن لا تنام لما تكون صائم مرتين، يجب أن لا تنام لما تكون صائم، تتحرك كما ينبغي. إذا أحسست بالجوع والعطش جيد، إذا أحسست بالعياء جيد، إذا أحسست بألم الرأس أو حريق أو شيء في الجسم جيد، هذه كلها من الأعراض التي تبين على أن الجسم يطرح سموم. هذه فهذه تمشي هكذا، هذا هو الكلينس الصحيح، وليس الكلينس أسبوع أو يومين، كلينس على طول السنة، غسل الجسم على طول السنة، تفادي الزوائد على طول السنة، هذه أحسن طريقة. الحركة، الجوع، ثم لا أكل مع الجوع، يعني بعد الجوع ليس هناك أكل، هناك ماء، هناك أشياء بسيطة مثل فواكه وشربة خضر، يعني حتى الرز حتى الخبز حتى أشياء، لا يعني خضر فواكه مع ماء دافئ تكتفي به، يعني شربة خضر إن شاء الله يشرب، شربة خضر يشرب ما شئت، ماشي مشكل، ولا حتى فواكه تأكل فواكه ما شئت، يعني ماشي مشكل، يعني جيد هذا، يعني تمر حتى يعني حتى التين حتى زبيب حتى أشياء جيد، يعني شربة خضر معها زيت الزيتون جيد هائل،
جيد، معها حبوب جيد، معها حبوب الكتان ومعها حلبة ومعها حبشة جيد هذا الديتوكس. ثم لماذا؟ لأن 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 الأشخاص الذين يصومون الآن، حتى علينا الإخوان والأخوات الذين يصومون الاثنين والخميس، لا يعرفون معنى الصيام العلمي، معنى الصيام للجسد. هناك من يقول أنا أصوم لله. نعم تصوم لله، وهناك باب يسمى الريان لا يدخل إلى صائم. نعم جيد أنك تعبد الله بالصيام. نعم جيد أن الصيام لله. نعم جيد وأنه لك أنت كذلك. لا يمكن أن تصوم لله وأن تترك جسمك، لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى ما عن لا غني عن جوعك وعطشك، غني في غنى تام، لكنه يريد هذا الشخص أن يريد هذا الجسم أن يبقى سليم، يريد هذا الجسم يعني أن يبقى. هذا هو فضل الله علينا، يعني الصيام يجب أن يكون فضل الله على الجسم يعني. فهذه الأشياء هذا أحسن طريق. هناك طرق أخرى، طريقة السويسرية أن تجوع أسبوع وتشرب ماء أسبوع، أو تجوع وتشرب ماء لمدة 15 يوم. هناك يعني أشخاص يعني يعيشون بعصير خضر لمدة أسبوع، هناك أشخاص يشربون ماء لترين لتر ونص لترين لترين ونص يعني في اليوم، في اليوم وليس دفعة واحدة في اليوم، ثم مع نظام نباتي جيد. هذه كلها أشياء جيدة، ولكن يعني أنا أتكلم عن يعني أشياء جذرية، لأن لا يمكن أن يكون معها زوائد، لا سمنة ولا كوليسترول ولا أي شيء يكون مع هذا النظام، لا يمكن يكون. لماذا؟ لأن يومين في الأسبوع علينا نختار كما شئت، نحن نريد الاثنين والخميس لماذا، ولكن اختار أي يوم شئت إن شاء الله. هناك من يقول لا نصوم الجمعة. يا سيدي صوم جمعة مع خميس والسبت، يا سيدي صوم، نحن لا نحبذ عدم العبادة على العبادة، من أراد أن يصوم فليصوم. لا يمكن أن نقول للشخص أن حرام صيام جمعة وصام الجمعة ونقول له حرام أن تصوم الجمعة. يا سيدي خليه يصوم بعد، ثم نبهه بعد، نبهه بعد، ولكن ليس أثناء الصيام، خليه صيم إن شاء الله هو يعبد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يكون بهذا الشيء. إذا أراد أن يعبد الله فليصوم، جيد أيش مشكلة إن شاء الله، غير يصوم ثلاثة ولا أربعة إن شاء الله، يصوم اثنين يصوم، ليس هناك مشكل. المهم أن هذا الشيء. ولماذا قلت الجوع؟ يعني بالنسبة للأشخاص المسلمين من الأحسن يصوم، الغير المسلمين الأشخاص الذين يعني غير المسلمين هذو أرادوا أن يعملوا نفس الشيء، نعم أن يجوعوا عوض الصيام، أن يجوعوا وأن لا يأكلوا بعد جوعهم. يقدر يجوع 8 10 12 ساعة جوع، ومعها نبات خفيف فقط وماء، يعمل هذا الشيء، هذا يعمله مرتين في الأسبوع جيد. من أراد أن يعمله يعني لغير المسلمين هذو اللي غادي يجوعوا، من أراد أن يغير هذا الشيء ويعمل يومين في الشهر جيد، كافي جدا، يومين متتابعين، يومين متتابعين في الشهر، يومين متتابعين في الشهر مع حركة مع رياضة مع يعني أشياء هذه، هذه إن شاء الله يعني هذا هو الأسلوب جيد، هذا هو الأسلوب الصائب يعني في يعني في الديتوكس وفي الكليزنج. لماذا؟ لأن عامل الجوع هو العامل رقم واحد الذي يسقط ويطرح السموم من الجسم، أن الخلايا داخل الجسم أنها تعيد برمجتها مع الجوع مع هذا الصيام إن شاء الله.